المنتخب المصري وصعوده او تاهله رسميا لنهائيات امم افريقيا العام القادم ان شاء الله في يناير. وشفت روي فيتوريا ازاي، او مشوار روي فيتوريا مع المنتخب شفته ازاي، وهنتكلم انا وانت كمان في الرؤيه الفنيه او رؤيه المستقبليه لمنتخب مصر خلال الايام اللي جايه، كمان رؤيتك للمنتخب الاولمبي، وان شاء الله نصعد لاولمبياد لندن اولمبياد باريس 2024. خلينا نبدا بالمنتخب، شفت حتى انت على المستوى الفني مباراتنا امام غينيا ازاي؟ بالنسبه طبعا للمدير الفني روي فيتوريا، هو في اللي هو القبول المبدئي، بمعنى ان هو النهارده خلال اول 6 مباريات محقق جميع المباريات فوز، فاذا هو عنده القدره على زياده الثقه ما بينه وما بين الجمهور المصري، ما بينه وما بين اللعيبه، بحيث النهارده الفوز بيجيب فوز. كل دوت بيساعد على ان المدير الفني يبني اكتر من كده بالنسبه للمباريات، الاختبار الحقيقي بقى اللي هو المفروض التاهل ان شاء الله للامم الافريقيه. في ناس بتشوف الجدول دوت يقول لك على المستوى ما شاء الله، على المستوى الهجومي وباين انه بيلعب بشكل هجومي، بيبقى في مقارنه ساعات يقول لك طب كيروش مثلا، على مستوى كيروش كان عدد الاهداف اقل شويه، وبتفرق شخصيه المدير الفني في الانطباع بالنسبه للعيبه. يعني الناس كانت بتقول ان كيروش هو المناسب لامكانيات منتخب مصر ولعيب منتخب مصر. هل انت شايف امكانيات روي فيتوريا تتناسب مع المنتخب المصري، ستايل اللعب بتاعه يكون هجومي بشكل كبير، وعندنا قدره ان احنا نكسب، او يعني المعادله دي هتبقى ناجحه بالنسبه لنا لامم افريقيا؟ سؤال مهم جدا، لان كمان بتكلم لعب 6 مباريات ما اتغلبش ولا مباراه، كسب كل الماتشات، ولكن الناس بتقول لك كمان مين الفرق اللي احنا لعبناها؟ اعتقد منتخب بلجيكا كان المنتخب الابرز وفوزنا عليه 2-1، لكن بتلعب على ملاوي وبتلعب يمكن فرق من المستوى الثاني على المستوى الثاني. هو طبعا اسلوب لعبه هو طبعا مختلف تماما عن كيروش، مختلف تماما عن كوبر مثلا. هو طبعا بيلعب 4-3-3، كره هجوميه من الدرجه الاولى، بيلعب ب 4-3-3 كلاسيكيه، ما بين التحولات، ما بين السويتشات اللي بتحصل ما بين الاثنين في قلب الملعب، ما بين الاجنحه، فهو هي كورته هجومية. طبعا ده لو جينا بصينا على المعدل العام لشكل ال6 مباريات عشان نقدر نشوف هل فعلا هي كرة هجومية ولا لا، هنلاقي ان معدل استحواذه تقريبا بيصل لحد تقريبا 56%، ده معدل استحواذ عالي. برضه هنربطه بالتمريرات، هو معدل تمريراته عالي، يعني النهارده بيلعب 4-3-3، عنده القدرة على البيلد اب بشكل كبير، بيعمل الاستحواذ، بيلعب على الاستحواذ. معدل اهدافه طبعا هو جايب 16 هدف بمعدل 2، اكتر من هدفين في المباراه الواحده طبعا، معدل كبير طبعا. يبقى اذا بنتكلم على اسلوب هجومي، هو ما بيلعبش على الهجمات المرتده زي قبل ما كان بيحصل قبل كده مع المنتخب المصري. بنتكلم برضو على معدل العرضيات، 11 عرضيه، ده معدل جيد، مش منخفض ولا مرتفع ولكن معدل جيد، وده ترجمه برضو للاسلوب الهجومي. لو جينا برضو بصينا على صوره طريقه اللعب اللي لعب بيها خلال مباراه غانيا، هنلاقي زي ما بقول لحضرتك بيلعب ب 4-3-3 حتى بعد ما غير كلاسيك 4-3-3 الكلاسيكيه يعني. ولكن انا عندي تحفظ يمكن على بعض التمركزات لزيزو مثلا او بعض اللعيبه، طبعا دي خلال الشوط الاول الفورميشن بتاع الشوط الاول 4-3-3 بشكل كلاسيك، عندك راس المثلث مروان عطيه، وعلى يمينه زيزو، وعلى شماله محمود حماده، وطبعا الثلاثي المهاجم كان صلاح وتريزيجيه طبعا بعد نزوله مكان عمر مرموش ومصطفى محمد كراس حربة. بالظبط. لو جينا بصينا الصوره اللي بعديها هي اللي تهمني، بعيدا عن الفورميشن او المين فورميشن، نشوف بقى طريقه تمركزهم جوه الملعب. هنلاقي متوسط تمركزهم جوه الملعب، هنلاقي طبعا كان عمر مرموش طبعا هو ما لحقش يلعب عشان يظهر التمركز بتاعه، ولكن هنلاقي برضو ان هو مايل لنص الملعب، ما عندوش الميول الهجوميه. على العكس هنلاقي رقم 7 طبعا تريزيجيه لما نزل، هنلاقي ان هو دايما مايل للناحيه الهجوميه، فهو طبعا كان تغييره اكثر من رائعه، طبعا احرز هدف وعمل اسيست. فالنقطه برضو اللي تهمني في متوسط تمركزهم هي نقطه تمركز زيزو. انا اعتقد طبعا، انا من وجهه نظري ان انا شايف ان تمركز زيزو، هو طبعا مش عاوز يخسر محمد صلاح ومش عاوز يخسر زيزو، ولكن انا شايف ان هو تمركزه خلال نص الملعب بيضعف من قدراته بشكل كبير. يعني انت شايف توظيف زيزو في المركز دوت بتقلل من قدراته الهجوميه وحتى على المستوى الدفاعي، يعني في معدل او في شكل ان هو عايز يكسب الاثنين، يكسب زيزو ويكسب صلاح في نفس الوقت، فده بيأثر على اداء زيزو اللي اعتقد كانت مباراه بالنسبه له يعني متوسطه الاداء على المستوى الهجومي والدفاعي. بالظبط. النقطه المهمه في تمركزه فعلا زي ما حضرتك ذكرت النقطه الدفاعيه، النهارده انا بلعب 4-3-3، لازم على الاقل في ال 4-3-3 يكون عنده القدرات الدفاعيه بجانب القدرات الهجوميه، لكن النهارده زيزو ما عندوش القدرات الدفاعيه دي، عشان انا النهارده العب 4-3-3 والعب بيه برقم 8 او بمركز 8، فالموضوع صعب جدا. 8 بوكس تو بوكس، لازم يرجع لغايه يعني لغايه ال 18 بتاعه، زي ما عندك القدرات الهجوميه صحيح. لازم يكون عندك قدرات دفاعيه. فلو بصينا ممكن نشوف صورة زيزو برضو داخل مباراة مصر وغينيا،
هنلاقي دي موجود دايما في قلب الملعب. طبعا يفضل ان هو يبتدي يتطرف، لان طبعا اي محلل النهارده في مصر عارف ان زيزو خطورته بيكون من على الاطراف، ويبتدي ان هو من الطرف يبتدي يعمل يتدخل لجوه الملعب ويبتدي يشوط، هي دي خطورته، اي حد عارف ان زيزو. لكن لو هيبدا المباراه ويبدا يفضل دايما جوه او في قلب الملعب، ده بيقلل كتير من خطورته. نفس الكلام في الصوره اللي بعديها في موقف تاني برضه، هنا زيزو يمكن راجع اكتر ما يكون لمركز 6 كمان. صحيح. هنا النهارده انت مش هتستفيد بقدراته، فده يمكن بيقلل من النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه في نفس الوقت. حتى كمان زيزو من الناس اللي بتحب تستلم في مساحه واسعه شويه، المساحات الضيقه شويه ممكن تعطله، وبالتالي انت شايف من خلال رؤيتك الفنيه ان زيزو ما كانش مناسب في هذا المركز في خلال المباراه اللي فاتت امام المنتخب الغيني. بالظبط. طب على خلينا نتكلم على مستوى المباراه او بطوله افريقيا اللي جايه. انت شايف هل 4 3 3 هي الانسب للمنتخب، ولا نرجع 4 2 3 1 برضو من رؤيتك الفنيه وتحليلك؟ لان احنا كنا بنلعب في اوقات كثيره 4 2 3 1، ولكن كروش غير الموضوع. شايف روي فيتوريا في بطوله افريقيا ازاي؟ علشان هنقابل مستويات اخرى، يعني مستويات عندنا السنغال والمغرب والجزائر وتونس وصلوا، وعندنا منتخبات كبيره سهل عاج الكاميرون، فكل دوت لازم نستعد ليه بشكل مختلف. يعني زي ما حضرتك تفضلت، هي نقطه الفرق ما بين 4 2 3 1 و 4 3 3 صنع اللعب. النهارده احنا عندك مشكله بالظبط رقم 10. النهارده احنا عندنا مشكله في مصر في مركزين، صنع اللعب وراس الحربه. فالنهارده هو 4 3 3 يعني ميزتها ان انت تقدر تلعب ب 2 10 ب 2 10 بالظبط. فانا اعتقد ان 4 3 3 هتكون اكثر مناسبه للاجواء اللي موجوده وبالنسبه لامكانيات اللعيبه. وفي الاخر دي رؤيه فنيه لفيتوريا، بحيث ان هو عنده قدره على قرايه اللعيبه، عنده قدره على ان هو يقدر يوظف اللعيبه في اماكنها. فانا من وجهه نظري شايف ان 4 3 3 لا هتبقى اكثر مناسبه للنقطه دي، بحيث النهارده المعدودين قوي مركز 10 في مصر. لو لعيب النهارده ما كانش في الفورمه او كان حصل له اي اصابه، هتضطر زي ما كان بيحصل كده مع الاهلي، مجرد ما كان قفشه بيحصل اي اصابه بتضطر ان انت تلعب ب 4 3 3 دفاعيه بالكامل على كلهم على لاين واحد. فانا اعتقد ان 4 3 3 هتكون اكثر مناسبه، بحيث ان هو بس هي النقطه اللي مستوقفاني حته زيزو. زيزو النهارده ما يلعبش في قلب الملعب. عشان انت من رايك ان زيزو هو يعني البديل الافضل لمحمد صلاح؟ يعني بالظبط هو يعني البديل، ولكن مش في نص الملعب. بالظبط بالظبط. طيب اخر سؤال قبل ما ننهي معاك يا احمد، رؤيتك كمان لمتوسط الاعمار لمنتخب مصر. هو استدعى ست لاعبين في المعسكر اللي فات، يعني بيكمل بيهم المعسكر، وواضح ان ليه رؤيه مستقبليه لموضوع ان هو بيقلل الاعمار السنيه. شايف ده ازاي، وشايف اهميته ايه للكره المصريه خلال الفتره اللي جايه؟ ده مهم جدا، بحيث ان انت النهارده بتدي ثقه للناشئين، اللي بتدي ثقه ان هم يكون عندهم عندك الخط او البديل، عندك البديل في اي لحظه يدخل. بس عايزين نشوف الكلام ده على ارض الواقع، يعني عايزين نشوف ان المره الجايه عندنا مثلا مباراه وديه مع السودان، نشوف حد منهم يبتدي ينزل، بحيث ان احنا تدي له ثقه، مش مجرد انت بتضمه للمنتخب، مش مجرد انت بتدي له تدريبات مع المنتخب معايشه زي ما بنقول، ولكن عايزين نشوف ده على ارض الواقع. هو مش هيخسر حاجه اظن ان هو لو بدا يدي ادوار في المباراه الوديه. هو ادى كمان راحه لبعض اللعيبه، يعني راسهم محمد صلاح، بعض اللعيبه محمد عبد المنعم والشناوي بعض، فممكن جدا نشوف عناصر من المنتخب الاولمبي موجوده في مباريات الوديه للمنتخب الاول، استعدادا طبعا لضمهم في الفتره اللي جايه. ويظل برضو الاختبار الحقيقي ليه بطوله الامم الافريقيه. بالظبط.